أنا طبعا في البداية بشكر مجموعة اليودة كلها، أستاذنا الدكتور عادل عبد العزيز والدكتور مصباح والدكتورة لبنى والدكتور خالد والدكتور مشاحيد، والمهمة صعبة طبعا إن أنا أتكلم بعد أستاذ الأجيال الدكتور مرسي عرب، وحاطيني في سيشن صعبة شوية، لكن طبعا المحاضرة اختيارها من الدكتور مصباح، وكان عاوز يتكلم عن بون هيلث اند دايابيتس بشكل عام. طبعا بون والهيلث والدايابيتس موضوع كبير جدا، لان هنتكلم عن تايب 1 والتايب 2. والتايب 2 طبعا التايب 1 ده يعني خلاص استابلشد ان لازم يكون في اوستوبروزيس وفشل ريسك عالي جدا في التايب 1، لكن انا هركز على الموضوع بتاع التايب 2 لان هو ده اللي فيه شويه كونترافيرس كده. واستعنت طبعا في المحاضره ببعض السلايدز من اخويا وحبيبي الدكتور ياسر اللي هو التشيرمان في الجلسه، لان هو قال نفس المحاضره دي عندنا في جامعه المنصوره. طبعا الموضوع انا هتكلم عن البون هيلث في التايب 2، وايه البوسيبيليتي او الباثوفيسيولوجيكال ميكانيزم اوف بون افكشن في التايب 2، كله التركيز على التايب 2 لان التايب 1 ديفينت في اوستيوبروزيس وديفينت في فراكشر ريسك عالي جدا في التايب 1 عشان الانسولين ديفيشنس اللي بيبقى موجود، وقصه مختلفه شويه. طبعا الموضوع الاساسي هو البون فراكشر ريسك في التايب 2، لانه ما فيش اوستوبينيا موجوده في التايب 2 لكن في فراكشر ريسك عالي، وده هي الكونكلوجن الاخير اللي احنا هنوصل له في الاخر، بان البون مينرال دنسيتي هتبقى نورمال وفي ايفن في بعض الاحيان بتبقى هاي كمان في التايب 2، لكن الفراكشر ريسك هيبقى اعلى في التايب 2. طبعا في دواء المجموعه اللي هي كانت تيزي ديز، مجموعه من الادويه اللي هي على راسها طبعا الباجليتازون حاليا لها بعض الامباكت على الاوستو البون هيلث، هنقولها برضو وفي الاخر هنقول سامري اند كونكلوجن. طبعا هي المحاضره 15 دقيقه، فيا دوبك بس هنقول هنت كده على كل حاجه من الايتمز دي. طبعا دي في ديفينيت افكشن في التايب 1 ودي اكسكلودد خلاص من المحاضره عشان ما نتكلمش فيها كتير، يعني هنتكلم كله على التايب 2. في طبعا الباثوفيسيولوجيكال ميكانيزم اللي هي الميتابوليك سندروم والاوبيزيتي وجود الهايبر انسولينيميا والكلام ده لها امباكت هنقوله دلوقتي. وطبعا التايب 2 ده الرينج بتاعه كبير جدا من اول 18 سنه واحنا طالعين، فالايدج مهم، الجندر مهم، الجلاسيميك كنترول مهم، الدايابيتيك دوريشن مهمه، كل دي كونتريبيوتنج فاكتور لها امباكت على البون. والحاجه الثانيه الاسسمنت اوف بون ماس اللي هي اللي احنا بنعملها بالدكسا، والدكسا على فكره مش كونكلوزيف قوي ان انا اعرف منها الفراكشر ريسك. في حاجه جديده كده سوفت وير عادوا بيحطوها على جهاز الدكسا عشان تطلع حاجه اسمها ترابيكولار بون سكور، وهو ده الاساس، يعني زي ما بنشوف الكوانتيتي اوف ذا بون ممكن نشوف الكواليتي اوف ذا بون، نشوف هل البون ده عنده استعداد للفراكشر فيما بعد حتى ايفن في بعض الاحيان مع زياده البون مينرال دنسيتي كمان. طبعا ال 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 في بارادوكس في التايب 2، في بعض الاحيان بيقولوا ان التايب 2 بروتكشن اجينست الاوستوبينيا، وده طبعا كلام له بعض المصداقيه، يعني في بروتكشن لان دايما بيبقوا اوبيز، والاوبيزيتي اصلا بتزود البون مينرال دنسيتي ودي بتخلي القصه تبقى كده. طبعا كل ما زادت الديوريشن اوف دايابيتس كل ما زاد الفراكشر ريسك، يعني العمليه مش مرتبطه بس بالجلاسيميك كنترول او الهايبر جلاسيميا، لما مرتبطه اكتر بالديوريشن اوف دايابيتس اكتر فبتزود الريسك اوف الريسك اوف فراكشر. وده تقريبا اللي احنا هنقعد نقوله كل شويه، ان هو المساله مش مساله اوستوبينيا ولا اوستوبروزيس اكتر ما يكون منه في افكشن في الكواليتي اوف ذا بون، زي ما احنا هنشوف دلوقتي الاكسبلينيشن بتاع القصه دي، وان الفراكشر ريسك هو اللي بيزيد، ولكن البون مينر دنسيتي في بعض الاحيان بتبقى هاي في التايب 2 دايابيتس لكن برضه الفراكشر بيبقى اعلى. طبعا البودي ماس البون مينر دنسيتي زي ما احنا بنقول، رغم ان هو بون مينر دنسيتي بيبقى نورمال اور ايفن في بعض الاحيان بيبقى هاي، لكن الفراكشر ريسك في التايب 2 بيبقى عالي. الفراكس سكور ده موجود ابلكيشن كده على الموبايل والكلام ده، واحنا عملنا عليه كذا دراسه عندنا في طب المنظوره، وهو ابلكيشن بسيط جدا بتتعلم منه سكور وبتطلع منه
الفراكشر ريسك سكور ده عامل زي الحاجات بتاعت الكاردو فاسكولار ريسك سكور وبتاعت تايب 2 ريسك سكور والكلام ده. الفراكشر ريسك بيزيد طبعا بالفراكس ده، والبون فورميشن احنا دايما بنقول ان البون مينرال دنسيتي بيبقى نورمال، لكن البون فورميشن ايفن في بعض الاحيان بنستخدم البون بايوبسي نلقي الكواليتي اوف ذا بون اقل. السكليتال جيومتري اللي هي برضو بتدل على الكواليتي اوف ذا بون، في حاجات بنشوفها يعني مع ان ممكن البون مينرال دنسيتي تبقى نورمال، لكن السكليتال جيومتري بتبقى في التايب 2 بتبقى اقل ديسبايت ان في هاير بودي ماس بون مينرال دنسيتي بتبقى اكتر. اللي انا بقول لكم عليه اللي هو السوفت وير ده اللي اسمه ترابيكولار بون سكور، ده موجود سوفت وير بيتضاف على جهاز الدكسا بيطلع لنا الكواليتي اوف ذا بون، وده برضو من ضمن الحاجات اللي بتعمل عليها ريسيرش كتير جدا، ولقوا برضو ان الترابيكولار بون سكور بيبقى فيهم في التايب 2 بيبقى اقل، وبالتالي رغم وجود ان البون مينرال دنسيتي بتبقى عاليه ولذلك الفراكشر ريسك بيبقى اعلى فيه. ده طبعا يعني زي ما انا قلت كده ان هو عباره عن سوفت وير بيتحط على جهاز الدكسا بيطلع لنا السكور بتاع الترابيكولار بون سكور ده اللي موجود. ايه بقى الاكسبلينيشن؟ هل ممكن تبقى لها علاقه بالكالسيوم؟ الموضوع تبقى له علاقه بالكالسيوم بروبلم مثلا، فبيقولوا ان في انكريز في اليورين الكالسيوم والفوسفيت والمغنيسيوم اسبور ان بور ميتابوليك كنترول، ولذلك الجلايسيميك كنترول كل ما يكون اوحش بيبقى الكالسيوم ليفل بيبقى اقل هو المغنيسيوم لان الاكسكريشن بتاعه بيزيد. طبعا برضو بيبقى في لوور ديودين الكالسيوم ابزوربشن، كل ما كان في بور جلايسيميك كنترول كل ما يكون في هايبر جلايسيمي. دي اول اكسبلينيشن ممكن تكون لها دور. الحاجه الثانيه ان ممكن يكون لها علاقه بالبارس هرمون، ممكن لقوا برضو ان البارس هرمون ليفل بيبقى اقل في العيانين اللي بيبقوا هايبر جلايسيميك او العيانين اللي هم بيبقوا تايب 2، وبقى في فانكشنال هايبو باراثايرويديزم بتبقى كونفيرمد ببعض الدايناميك تيست موجوده في التايب 2. دي ممكن تكون اكسبلينيشن. ممكن يكون لها رول الفيتامين دي في التايب 2. طبعا لقوا برضو كتير من الدراسات قالت ان في اولترد فيتامين دي ميتابولايت بالانس موجود في بغض النظر عن التفاصيل ايه، لكن ممكن يبقى في فيتامين سام سورت اوف فيتامين دي ديفيشنسي في العينين بتوع التايب 2 برضو. هل الانسولين له دور؟ طبعا هو المقصود بكلمه انسولين احنا عندنا دايما الانسولين معروف ان هو انابوليك هرمون وله علاقه بالانسولين لاكتوز فاكتور 1، ولذلك دايما العيانين اللي هم عندهم تايب 2 بيبقى عندهم هايبر انسولينيميا ممكن يكون عندهم بون مينرال دنسيتي اعلى يعني لان الانابوليك افكت بيبقى اكتر، لكن لما يوصل للتايب 2 يبقى عنده بيتا سيل فيلير ويحصل عنده انسولين ديفيشنسي ممكن تبقى الانسولين زيه زي التايب 1 بالظبط. هل الاوبيزيتي لها دور؟ الاوبيزيتي طبعا لها دور في البروتكشن اجينست الاوستوبينيا لان هي بتزود البون مينرال دنسيتي، لكن برضه في علاقه بين الفات وبين البون، كل ما كان الفات في بعض الاحيان بيبقى جود فور بون علشان حكايه الميكانيكال ستريس ده اللي هيزود الاوستو بيزود البون فورميشن، لكن في بعض الاحيان الفات بيبقى هازاردس لانه ممكن يبقى برضه لقوا ان في حاجه اسمها الفات اللي هو بيبقى موجود في المرو اوف ذا بون، كل ما زاد الفات في داخل البون مارو كل ما قل الاوستوبلاست وبالتالي البون فورميشن بيقل، فلذلك في بعض الاحيان بتوصل في الاخر ان ممكن ان الفات اللي هو اللي احنا بنقول عليه ممكن يزود البون مينرال دنسيتي ده اللي هو الاوبيز بيشن، لكن بيبقى في نفس الوقت الكواليتي اوف ذا بون اقل لان البون فورميشن بيبقى اقل. طبعا هم حطوا الحكايه ان بسبب الفات دي حطوا القصه بتاعت الدايبيتس تايب 1 وتايب 2 كريسك فور فراكشر. دايبيتك كوميونيكيشن طبعا وجود النيوروباسي والانجيوباسي وخصوصا النيوروباسي ده لان الانسيدنس اوف فول مع الـ مع الـ مع النيوروباسي هتبقى اكتر، وبالتالي ممكن الانسيدنس اوف فراكشر ريسك هيبقى اكتر. الادفانسد جلايكوزيشن اند برودكت برضه لها دور، لا اقول برضه لها كل ما كانت تزيد في الليفل كل ما كان في برولونجد هايبر جلايسيميا كل ما كان في ديوريشن اوف دايبيتس اكتر كل ما كان في برضه افكشن للبون فورميشن والبون تيرن اوف.
دي برضه هعديها. نيجي بقى للموضوع الاساسي اللي هو الفراكشر ريسك اكتر، زي ما احنا بنقول اتفقنا في الاخر ان احنا المساله مش مساله اوستوبينيا ولا اوستوبروزس، المساله مساله فراكشر ريسك بيزيد نتيجه الكواليتي اوف ذا بون بتبقى اقل بالاكسبلينيشن اللي احنا قلناها. لكن في كثير من الاحيان بنلقي فيه الفراكشر في كل الدراسات، رغم ان البون مينرال دنسيتي تبقى نورمال، الفراكشر انسيدنس في الدايبيتك بيبقى اكتر، وخصوصا في العينين اللي هم ماشيين على انسولين، لان الانسيدنس اوف هايبوجلايسيميا بتزود الانسيدنس اوف فول اند فراكشر ريسك. طبعا بون مينرال دنسيتي البون كواليتي بتبقى اقل، وفي اكسترا سكليتال فاكتور زي الفيجوال امبيرمنت والنيوروباثي وريديوس ماسل سترينث والفوت بروبلم، كل دي بتزود الانسيدنس اوف فراكشر ريسك بالنسبه للتايب 2. هم حطوا طبعا الهاير في مجموعتين كبار جدا، حطوا الهاي ريسك فاكتور فور بون فراكشر، وحطوا فيها التايب 1 اللي عشان الاوستوبينيا، وحطوا المودريت ريسك فور فراكشر حطوا فيها التايب 2. يعني لو دي الريسك اوف فراكشر بشكل عام، لو قارنا الاثنين ببعض في هاي ريسك في التايب 1 عشان في اوستوبينيا اكتر كمان مع الكواليتي اوف بون، والمودريت ريسك اكتر في التايب 2 بجانب لسته طويله اللي احنا شايفينها دي. طبعا الريسك اوف فراكشر في العيانين بشكل عام، طبعا في بعض الحاجات الاخرى اللي هي بتبقى لها علاقه بالنيوروباثي والنفروباثي ودايابيتك دايريا والهايبوجلايسيميا والنكتوريا، عشان بيقوم بالليل وهو ما هوش برضه في عنده النيوروباثي والكلام من ده، سهل جدا ان المريض يقع وهو عنده نكتوريا، بور فيجن، بور بالانس، كل الحاجات دي بسبب اوتونوميك نيوروباثي والكلام ده ممكن تعرض العيان يبقى في ريسك اوف فراكشر بشكل عام. طبعا ده الفراكس ريسك سكور اللي احنا بنقول عليه، وده ابلكيشن سهل جدا يتحط فيه شويه داتا تطلع الريسك سكور بتاع العيان ده اخباره ايه، وطبقناه احنا في كذا ريسيرش عندنا في جامعه المنصوره. الحاجات البريفنشن طبعا اوف فراكشر، طبعا احنا مش هنعمل حاجه العيان اللي زي ده، كل ما نقدر نعمل جود جلايسيميك كنترول من الاول بقدر الامكان، الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي. يبقى البريفنشن اوف فراكشر امونج دايابيتيك بيشنت از مانداتوري، مفيش روتين، مفيش حد عمل ريكومنديشن لا في التايب 1 ولا في التايب 2 نعمل حاجه اسمها سكريننج فور اوستيوبروزس او اوستوبينيا او حتى ايفن فراكشر ريسك، ان هو يتعمل كروتين كماس سكريننج. لكن في الهاي ريسك ممكن، في الهاي ريسك جروب ممكن نعمل سكريننج بقدر الامكان، لكن ما هوش ريكومندد قوي في كل الجايد لاينز. التي سي ديز طبعا قصتها معروفه، ان هو بتزود الاوستوبينيا، طبعا بتعمل بجانب ان هي لها ايتم لوحده وهو بتستخدم، يعني العين اللي هو التايب 2 اللي بيستخدم التي سي ديز متوقع يبقى عنده اوستوبينيا والبون فراجيلتي بتبقى اكتر، وبالتالي الريسك سكور، وفي دراسات كتيره جدا ربطت بين التي سي ديز والبون لوس والبون فراكشرز في العينين اللي هم ماشيين. ده كلام يعني قتل بحثا، ودراسات كتير بتاكد على ان الريدكشن في البون مينرال دنسيتي حتى ايفن بتعمل اوستوبينيا بجانب البون كواليتي كمان بتقل. فقصه التي سي ديز والبون لوس دي مفهومه، يعني دايما حتى احنا لما بنيجي نكتبها بنكتبها في العينين اللي ما هماش ريسك فور فراكشر ولا ريسك فور اوستوبينيا، ما نجيش في ميل بوست بونوبوزال مثلا. في ناس بتريكومند عدم استخدام التي سي ديز في المجموعات اللي ممكن تؤدي الى زياده الفراكشر ريسك بالذات، كل الدراسات بتاكد الكلام ده عشان ما نقولهاش يعني. كونكلوجن طبعا في الاخر اختم به ان بريزنس اوف اوستوبروزس في التايب 2 از اوفن نوت كونسيدر، زي ما احنا بنقول المساله مساله فراجيلتي وفراكشر ريسك اعلى في التايب 2. طبعا بجانب الجلايسيميك كنترول الجنرال ريكومنديشن ريجاردنج اديكويت دايتري كالسيوم والفيتامين انتيك والريجولار اكسرسايز والحاجات اللي هي اللايف ستايل اللي ممكن يقلل لنا بقدر الامكان الفراكشر ريسك يبقى ريكومندد. طبعا الكونتريبيوتنج فاكتور انكلودنج تي زي ديز في العينين اللي هم الهاي ريسك ده بقدر الامكان ما استخدمش التي زي ديز. مور امبورتنت كونتريبيوتنج فاكتور انكلودنج ابنورماليتي في البون كواليتي، زي ما احنا بنقول بون فورميشن والترابيكولار ستراكشر والاكيوميليشن اوف اي جي اي والبون مورال فات والبون مارو، دي من الحاجات المهمه برضو. نو روتين سكرينج لكن البريفنشن زي ما احنا اتفقنا. الحاجه الاخيره الانتنسيف جلايسيميك كنترول داز نوت انكريز الفراكشر، لكن البور جلايسيميك
كنترول بيزود الفراكشر ريسك. الله يستر في فراكشر بريفنشن اللي هو الفول بريفنشن، الفول بريفنشن نيوتريشن اديكوتي واللايف ستايل موديفيكيشن از امبورتنت فور تايب 2 اند ثانك يو. اشكر الاستاذ الدكتور محمد يعود على المحاضره القيمه دي، ومعانا دلوقتي